حتى لا أظلمك ولا أظلم الزوجة الأولى ولا هو حتى يظلم نفسه. أولا يعني موضوع أن هو الراجل يتزوج، ما بنتكلمش يتزوج ويعمل الكلام ده، ولكن لا ما تجيش انه يبقى الامر منه ليكي ويعلقك، وبعدين يعلقك قلبيا ومشاعريا، وبعدين في عشان يضمن انك خلاص موافقه مع اي ظرف مع اي ضغط مع اي اتفاق هيقوله انت موافقه. ده رقم، ده غلط. رقم اتنين، الخطوه الثانيه يروح البيت والاهل ويتكلموا. الاهل جم وسالوا عليه وعرفوا وقالوا رايهم وتمام في موافقه مبدئيه على الامر، يعلم زوجته. ليه؟ ليه يا كل زوجه متقدم لها واحد متجوز؟ ليه؟ بواقع آلاف الحالات، آلاف الحالات اللي بتمر علينا، مش 100 ولا 200، آلاف. يجي بعد ما كده ما يتحملش، داري ويعمل والزوجة الجديدة تحمل، وبعدين يجي الزوجة الأولى تعرف فتنهار والبيت بيتخرب والعيال بيموتوا والدنيا اللي خلاص والأهل والجماعه عليه، ما يقدرش يواجه العاصفة هذه، فيقول لك يعني بيت فيه الزوجة واربع تنفار خمسة ولا واحدة لسه بعيل ببطنها ولا والدته، فمعلش ما بقدرش، أو ما يطلقش ولكن يجور عليها كامل الجور للزوجة الثانية وما بيجيش وكذا، والتانية صلحت علاقتها بيه والنقط اللي كان واخد مش واخدة بالها منها عملت كذا، فابتدى يتجه كلية مشاعر وفعل وسلوك وحال ووقت مع أولادي بيتي عيالي اعمل ايه وهكذا، فيظلم الزوجه دي. عشان كده انا بقول هو اعلام الزوجه الاولى مش شرط لصحه العقد، وليس له الزوج ان يسبب تزوج ليه ولا تزوجش ليه، لو عاوز ولا ملوش عايز ماشي، ولكن ما تبنيش بيت جديد على حساب خراب البيت الاولاني، وما تقدرش تواجه مشاكل انت قررت وراجل بقى وخلاص وما شاء الله تتجوز مسنا تمام براحتك تمام، ولكن اعلم الزوجه الاولى علشان ايه يا بنتي؟ حرصا عليك انت وحفاظا عليك انت. النقطة بقى الجميلة إيه؟ اما تيجي مثلا الزوجة تطلب تقول لك مثلا كان مطلق او متجوز وفي اي وقت ممكن يرميني، فهي امر طبيعي انها بتطلب طلبات ضمانات، والله عايزين مؤخر كذا، عايزين ذهب بقيمة كذا، عايزين ماشي. لا ما اقدرش ما اعملش. طب لا ليه؟ ما لا ونفرض يعني انت داخل عشان افرض انفصلنا، دي كارثة. ما داخل عشان مسبق ان ده بيت مش قايم على استقرار واتزان وفي اكمال، ان ده شرط الزواج، احنا مش زواج مصيار هنا ولا زواج ما ينفعه مصلحة اعمل معرفش ايه لا، احنا زواج الاستقرار، بيت وزوجة واسرة وبيت وتبقى عندها اولاد وهكذا. لا اصل انا مش ضامن فما اخسرش فاقل الخسائر، لا انا اديتك الصورة كاملة واستخيري. قدرتي يا بنتي على هذا الامر وعرفتي تمام لا وزوجته تمام مفيش مشاكل وواجه وعرف والدنيا استقرت في بيته وظبط الدنيا واجه كده يا ابني من البدايه وظبط حالك، وبعدين كده مش انا اجي مع المواجهه وانا اللي انداس في الاخر وتبقى الزوجه، لا الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير ويلهمك الصح يا بنت، اللهم امين.